ما معنى الآية الكريمة وقليل من عبادي؟ هي مكتوبة غلط بس الآية ماشي. بتقول وقليل من عبادي الشكور، وهل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ لا، قليل من عبادي الشكور أي من يتذكر أن يشكر الله. والشكر هنا مش مجرد شكر الكلام. أيوة. الكلام أصل الشكر أنواع درجات، في شكر القول وشكر الفعل أيوة. الحال. واحد يقول لك الحمد لله لكن جواه ساخط، نشكر ربنا أيوة. لكن جواه لا مش راضي، ده فلان ما يستحقش، واخد احسن مني. أيوة. انما ان يكون قولا وفعلا. نعم. والشكر عباده لله سبحانه وتعالى. أيوة. ولذلك السيده يعني رابعه تقول ان كونك انك وفقت للشكر هذه نعمه تستحق ان تشكر الله عليها. يعني مجرد انك انت لما ربنا للشكر. لما ربنا وفقك للشكر ده نعمه في حد ذاتها. نعم. اشكر ربنا عليها انه وفقك للشكر، لان في غيرك بياخد النعمه وكفور. خلاص. ولئن شكرتم لازلنكم ولئن كفرتم، كفرت يعني كفرتم بالنعمة. أيوة. إن عذابي لشديد. نعم. فهل بقى فرق بين الحمد والشكر؟ الحمد صيغة من صيغ الشكر. نعم. معايا؟ والآية قليل من عبادي الشكور أي من يداوم على الشكر، لأن صيغة مبالغة. أيوة. جزاكم الله خير.